السلام عليكم، كيفكم؟ ان شاء الله كلكم بألف خير. اهلا وسهلا فيكم ومرحبا بكم في قناتي. معكم الاخت فاطمة جهيرة من فلبين، وحاليا في الفلبين. وصفتنا اليوم حيكون عن المأكولات البحري مشكل. في كتير انواع من وصفة المأكولات البحري، في كاجون وفي كمان حاجات غير من الكاجون. فعندي هون مكونات بسيطة جدا وأقرب من الكاجون، فخليكم معايا ونشوف المكونات. هون عندي ثوم مفروم 10 حبة، عندي نقائق دجاج مقطعة على هاي الطريقة. طبعا جبنا شيء حلال في الفلبين، بس هاي التشيكن فرانس اللي عندهم في سيدي او دايما حلال. هالكيس بنحتاج السكر، شوي سمن نباتي، حوالي 1/4 كيلو او 1/3 كيلو من الجمبري او روبيان، بصل مقطع على مكعبات صغيرة هاي الشكل، 1 حبة طبعا الكبير، 2 حبة من الطماطم مقطعة على هاي الطريقة مكعبات، وتمبورا طبعا هاي مش ما بيحتاج، بس هاي فكرت ازيد عشان النكهة، يعني النكهة المأكولة البحرية طبعا كتير موجود من التمبورا. الكيس التمبورا هاي سي وورلد، بس في كمان حاجة تانية، لكن هاي سي وورلد طبعا حلال، عشان هيك انا دايما بجيب حاجات حلال من المنتجات النقائق او تمبورا. طبعا هاي ما شاء الله يعني حلال، هي من فلبين. بنحتاج كراب صغير هاي من المزرعة، بس طبعا اذا في شيء من البحر حيكون احسن، بس هاي من المزرعة. طبعا شلت الرجول قطعتهم بالمقص وخليت اليد عشان الشكل طبعا. وهاي ممكن 1/2 كيلو. نحتاج شوية من المي، نحتاج كمان كاتشب من الفلبين، دلمونتي انا دايما بجيب من دلمونتي عشان الحلال، زيت شوية، ممكن زيت نباتي او زيت زيتون. وبنحتاج هاي دلمونتي سويت تشيلي، صوص حلو بالفلفل، طبعا هاي حلال اكيد. بنحتاج فلفل اسود، وهاي اوستر صوص. اذا ما في اي اوستر صوص ممكن تستخدم صويا عادي، اي صويا، صلصة الصويا، بس هاي كتير طعمها يعني كتير طيب من الصويا. فنبدأ ان شاء الله. طبعا احنا فتحنا النار على درجة متوسط، ونحط زيت شوي، زيت الزيتون، نزيد شوي من المارجرين او السمن النباتي، نحط البصل،
طبعا اي بصل ممكن، ممكن بصل ابيض كمان، بس البصل الاحمر دايما يجي النكهة كتير احسن من البصل الابيض. نحمرها شوية او ياريت يصير زي الكراميل، وبعد شوي ممكن نزيد الثوم. ان شاء الله تبارك الله ريحة السمنة المرجرين وباتر مع البصل كتير طيب. هلا ممكن نزيد الثوم. نحركهم مع بعض شوي شوي. يا ريت الثوم والبصل حيكون لون احمر شوي. طبعا احنا ما بدنا نحمر البصل الثوم كتير عشان يصير الريحة كتير قوي. نزيد الطماطم. نخلطهم بهالطريقة. بعد شي ممكن نزيد الكابوريا او ال كابس. انا بصراحة هاي تاني مرة اطبخ على هاي الكابوريا من المزرعة، عشان انا دايما اجيب الكابوريا من الكابوريا البحر، بس هاي مزرعة من البحر، الموية مع البحر. نخلطهم مع بعض هاي، وهي طبعا يصير لونها احمر او برتقالي. ممكن نزيد الجمبري او الروبيان. نخلطهم مع بعض كلهم. شايفين الكابوريا بدأت تحمر ولون برتقالي. نخلطهم دريت يعني يقلي شوية مع الثوم والزيت. طبعا نسينا الملح، طبعا لازم نزيد ملح شوي لانه الاستر صوص مو مثل الصويا فيها كتير مملح. الاستر صوص ذكرت انه هو مش كتير يعني مملح، نحتاج شوية زيادة من الملح شوية بس. ان شاء الله شايفين تحمرت، وهلا ممكن نزيد الاويستر صوص. يعني هاي ممكن واحد ملعقة كبير من الاويستر صوص. هذا نكهة الاويستر صوص كتير طيب، وكمان شوي من الكاتشب، يعني ممكن تلات ملعقة كبير من الكاتشب، كاتشب طماطم، وشوي من التشيلي صوص، الصوص الحلو. طبعا هيجي نكهة كتير طيب كمان زيادة. ونخلطهم مع بعضهم. بعد شي ممكن ازيد من هاي التمبورا. طبعا هذا يجي نكهة كتير مأكولات البحرية. ونزيد شوي من المي، يعني ممكن واحد كاس او 250 مللتر. هلا نخليهم ينضج مع بعض.
نخليهم يغلي عشان الكابوريا بيطبخ كتير منيح، ونتركهم وبنرجع حوالي بعد ممكن 5 دقائق أو 7 دقائق. شايفين يا أحبائي ما شاء الله الأكلات البحري مشكل عندنا هون نضج وريحة كتير طيب. هلا ممكن نزيد نقائق الدجاج نرتبهم على هالشكل. هاي 4 حبة بس قطعتهم على هاي الطريقة دايجونال بالانجليز، وممكن اذا بدك يعني نص يعني على حسب كيف بدكم. بنزيد شوية من السكر. شوية بس يعني ممكن 1 ملعقة شوي مش بس عشان يطلع الطعم. يعني في الانجليش بنسميها سيفوري سيفوري تيست او نكهة السيفوري شوي يعني حلو شوي يجي مع الملح. بنخليهم ينضج مع بعض غريت يعني الليكويد ينشف شوي. هاي احبائي ما شاء الله بدأت تنشف شوي. انا بحبها فيها صوص شوي او مرق شوي، بس اذا انتو بدكم يعني ناشف طبعا بتحتاج ممكن نصف كوب من المي بس عشان انا بدي اياها يعني يستوي على النار مع بعضهم ويغلوا مع بعض عشان الكابوريا يعني بدي اياها يعني يطبخ زين ان شاء الله هيلثي يعني ما بدنا يعني مشاكل. فان شاء الله بعد شوي نحتاج بس ممكن دقائق كده وممكن نطفي النار. بنحركهم بنعمل ميكس شوية بس عشان النكهة يجي يتماسك مع بعض. هلا وصفتنا ان شاء الله جاهز. شايفين ما شاء الله اللون كتير حلو احمر بنعمل بليتينج. هاي بنرتبهم في الصحن. طبعا نزيد شوي من الصوص. الدجاج والصوص. هلا الصوص والكابوريا والجمبري متماسكين مع بعض ونكهة كتير طيب. وهون حضرت من البصل الأخضر قطعتهم بهذا الشكل وبنزينهم. يا احبائي ما شاء الله الشكل كتير يعني ما بتتخيل، والطعم والريحة والنكهة. اتمنى عجبكم الفيديو وشكرا لمتابعتكم. بنشوفكم بالخلقة الجاي ان شاء الله ومع السلامة. الى اللقاء.